الإنشاد الديني بيرتبط بأذهان الكثير بالغناء والأناشيد المرتبطة بمدح النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وللحديث عن الإنشاد الديني بصرنا نرحب بالمنشد جهاد قويدر، مدير فرقة البدر للمدائح النبوية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. وأيضا معنا المنشد والعازف حسان الجراح، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بخير. أنتم بألف صباح خير. الخير للجميع. صباح الخير. وطننا الغالي بخير، وكل عام وانتم بخير بهذه المناسبة الطيبة والعزيزة على قلوبنا، وبهذا الشهر الكريم شهر ربيع الأنوار، هذا الشهر الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنار الكون بولادته صلى الله عليه وسلم. وكل عام وانتم بخير جميعا. وانتم بخير. يلا بنبلش صباحنا بأنشودة من عند حضرتكم، تفضل. محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، سننشد لمسمعكم ما تحب وينفعكم، لمحة عن نبيكم محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله. إلى المدينة هاجر أم القرى قد غادر، إلى المدينة هاجر أم القرى قد غادر، معه الصديق بدر قد أمنا بفضل الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله. في ليلة الاثنين الله من رابعين الزين الله قد ولد نور العين، محمد يا ابن عبد الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله. بكفالة جده الله ورعاية عمه الله، بكفالة جده الله ورعاية عمه، فاشتهر بصدقه وأمينا بعون الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله. ثبت يا رب الدين الله، زدنا منه تمكينا الله، ثبت يا رب الدين، زدنا منه تمكينا الله، جئنا مستشفعين بمحمد رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله. صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه، يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه، لما توصلوا أمانة سلم لي عليه، أمانة سلم لي عليه. يا زاير قلوا بالحال، والله بعدي عنه طال، يا زاير قلوا بالحال، والله بعدي عنه طال، يا ترى امتى الوصال، مشتاق قبلنا عليه، أمانة سلم لي عليه. صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه، يا قاصد لما توصلوا أمانة
سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه بالروضة صلي السنة تشعر إنك في الجنة ربك صاحي بالمنة واركع واسجد بين إيديه أمانة سلم لي عليه صلوا على هذه صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه هتم فعلا. يمكن الانشاد الديني بيعطيك حاله روحانيه جميله ويبعث داخلك نوع من الراحه والسلام. خلينا نحكي عن انواع او اشكال الانشاد الديني. اشكال الانشاد الديني متعدده، فهناك القصائد التي تكون ابتهال، والابتهال هو توحيد لله عز وجل وهو مناجاه لله عز وجل، والاعتراف بالتقصير والذنب بين يدي الله عز وجل. وهناك أيضا المديح، القصائد التي مديح فيها مدح المحبوب ومدح النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك التصوف والقصائد الصوفية، القصائد التي تعنى بالجانب الوجداني وجانب الروحاني وجانب التوحيد لله عز وجل، و هي عبارة عن كلام وخلص العارفين بالله عز وجل. وهناك أيضا قصائد كثيرة في 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 مناسبات، يعني سبحان الله كل مناسبة لها قصائد معينة. هناك أفراح تقام لها قصائد تعنى بالأفراح، وهناك أتراح كمان هناك قصائد تقال في هذا المجال. وهناك عند مثلا المولود، عندما يأتي مولود الفرح كمان في قصائد للمولود. فأشكال متعددة للإنشاد، وهذا فضل من الله عز وجل. نعم سيد حسان صباح الخير وكل عام وانتم بخير مع الجديد. خلينا بالبداية نحكي عن بدايتك بالإنشاد وعلى يد مين تعلمت، ويمكن كيف بلشت مسيرتك بالإنشاد والعزف أيضا. صباح الخير. صباح الخير علينا وعلى الوطن الغالي. الله يسعد لي صباحكم، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. والله أنا يعني تعلمت ببدايتي، كنت عن أول ما بلشت عند أخي جهاد، فهو معلمي يعني صراحة، هو اللي شد بإيدي، هو معلمي وأستاذي، وكان في يعني بحينا وبمساجدنا وكذا، يعني في أخي كمان اسمه محمد عبد العال كمان، يعني كمان يعني كنت عنده وساعدني كتير. وأخي جهاد، فالمسيرة كنت مع جهاد، فهو يعني كان يعني بعتقد بالعيلة يمكن شيء نحن البداية يعني البداية سبحان الله بالحارة. يعني البداية بتكون ممكن بالعيلة أول شيء، يكتشف نفسه الواحد مع أهله ومع أقربائه، وبتوسع سبحان الله لمسجد الحي اللي إحنا مقيمين فيه، في نشاطات بتصير سنوية بالجامع، إحياءات ليلة القدر برمضان بالأعياد بالموالد. فكنا نحن بفرقة المسجد بفضل الله، وبدأنا من هنيك يعني، والحمد لله أكرمنا الله عز وجل بتأسيس فرقة البدر للمدائح النبوية. الحمد لله أنا بفضل خلينا نحكي عنا شوي لهي الفرقة كيف تأسست. الحمد لله رب العالمين، نحن التأسيس كان بعام 2000، بدأنا بالفرقة بفضل الله عز وجل، كان أنا وأخي حسان وكان في إخوة معنا كمان كرام، ونوجه لهم تحية، بتمنى أنا يكون كان الفرقة موجودة معنا. أكيد نوجه لهم تحية فردا. نعم نعم. وفضل الله عز وجل بدأنا وانطلقنا بهالمجال، وكان الهدف يعني الحب، حب الإنشاد، وحب أنه نؤدي لحنا رسالة وكلمة هادفة ولحن مميز يدخل إلى القلب. يعني هذا هو الهدف إن شاء الله من الإنشاد، ونرجو الله عز وجل الاستمرار والخير في هذا المجال. نعم خلينا نحكي عن الفرقة، خلينا نحكي يمكن لكل حدا من أعضاء الفرقة له دوره تماماً. وأيضا يمكن مو بس بين بعضكم أو بتقوموا بالاحتفالات، أيضا بتعلموا تماماً في تعليم لأولادكم طبعاً لكل طبعاً. حدا بحاجة. والله الحمد لله يعني إحنا بالفرقة
يعني تكمل بعض الفرقة. يعني مثل ما بيقول الواحد انه هو يعني مع رجاله، فالشباب الفرقة احنا مكمل بعض. احنا تقريبا 7 أشخاص، في معنى الأخ حسان هو العازف تبعنا ضارب الإيقاع، وفي شباب أحب أوجه لهم تحية أنا، اللي كنان زركلي، رامي منصور، محمد البيطار، محمد أبو شعر، غسان المصري، راتب الجراح، أخوتي وأنا أحبهم في الله عز وجل. وسبحان الله يعني التعليم يجب أن يكون من الصغر، يعني الواحد من الصغر يعني يرى في نفسه أنه محب الإنشاد ويستمع كثيرا، يستمع كثيرا فتتمايل روحه ويحب الإنشاد. أكيد نوجه تحية لكل اللي ذكرتهم. خلينا نسمع من حضرتك ومن الأستاذ حسان أنشودة أخرى إن شاء الله. إذا بدك مي تفضل أستاذ حسان كمان. ناولوا أنا الكاسة. تمام. شو بدك تسمعنا؟ والله ابن سمعك هلا إن شاء الله قصيدة. في وصف وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله صلى الله عليه وسلم، ووصف الصحابي له عليه الصلاة والسلام، ومنهم سيدنا علي رضي الله عنه الذي وصف النبي كثيرا، وأيضا الشاعر حسان بن ثابت الذي قال في أشعاره كثيرا في حب النبي صلى الله عليه وسلم وبشمائله وخصاله عليه الصلاة والسلام. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا، يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفا، منهم علي ذو الوفا، هو ربعة من غير طول أو قصر، هو ربعة بين البشر من غير طول أو قصر، والشعر أسود لونه والوجه حاكاه القمر. اللهم صل عليه. والشعر أسود لونه والوجه حاكاه القمر. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا، يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفا، منهم علي ذو الوفا، هو واسع الكف الندي خلقا وجودا فاشهدي، هو واسع الكف الندي خلقا وجودا فاشهدي، أسقى من الغيث الهطول. اللهم صل عليه. روحي فدات تلك اليد، أسقى من الغيث الهطول، روحي فدات تلك اليد. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا، يرويه أصحاب الكرام منهم علي ذو الوفا، منهم علي ذو الوفا. سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد ينادي صلوا عليه، وعطرها يبقى إذا مست أيادي صلوا عليه، وكف المصطفى كالورد ينادي صلوا عليه، وعطرها يبقى إذا مست أيادي صلوا عليه، وعم نوالوها كل العباد، وعم نوالوها كل العباد، وعم نوالوها كل
النبي قمر الله وجميل سيدنا النبي وجميل. شكرا كثير لكم وان شاء الله بينعاد عليكم بألف خير وبتبقوا محافظين على الاناشيد الدينيه دائما والاحتفالات ان شاء الله تضل عامره بالشام وبكل سوريا يا رب. ان شاء الله تعالى ان شاء الله كل عام وانتم بخير. وضفتوا اليوم لصباحنا لمسة جميلة خاصة بالأناشيد الدينية. بدنا نشكركم كثير على وجودكم معنا. شكرا لكم جميعا وكل عام وانتم بخير. نعم انتم وطننا الحبيب بألف خير بهذه المناسبة الطيبة العزيزة على قلوبنا ذكرى ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وشكرا للبرنامج الكريم وللإخوة المعدين وكل عام وانتم بخير. أعاده الله علينا وعليكم باليوم والخير والبركة وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. انت بخير ان شاء الله بينعاد عليكم وعائلتكم بألف خير. شكرا كثير لكم.